ذكر الله قدام بدع القصايد والكلام وصلى على النبي الهاشم سدالنا مرحبا واهلين في محفل الناس الكرام عد ما هل المطر من مزون والغمام مرحبا واهلين يا ضيفنا باسم الخلفة سجل التاريخ الامداح باسم الجابري الكلام وصل على النبي الهاشم سدى لنا مرحبا واهلين في محفل الناس الكرام عد ما هل المطر من نزول والغمام مرحبا واهلين يا ضيفنا باسم الخلفة سجل التاريخ الامداح باسم الجابري بن علي وحسن من يعتز